وينضم إلينا عبر سكايب من بغداد الصحفي والناشط المدني حسن نبيل. سيد حسن، أهلا بك، شكرا جزيلا لوجودك معنا. يعني كما تلاحظ، ازدادت التقارير الدولية حول مدى انتهاكات حقوق الإنسان ضد المحتجين السلميين، ضد النشطاء في الحراك الشعبي. برأيك كيف تتعامل الحكومة مع هذه التقارير وآخرها كما سمعت تقرير يونامي؟ نعم، شكرا جزيلا. بكل تأكيد لا زالت الحكومة العراقية لم تتعامل بمستوى عالي ولا بمستوى شفاف أمام المواطنين وأمام أيضا الحركات الاحتجاجية بمختلف الساحات العراقية. هنالك الكثير من المفقودين، هنالك الكثير من الشباب حتى أهاليهم لم يعرفوا مصيرهم حتى اللحظة. يعني الكثير من الرسائل تردنا بين الحين والآخر من قبل أهالي المفقودين، يطالبون بمعرفة مصير أولادهم، ناهيك عن تدخل جهات خارجة عن القانون وأيضا ميليشيات ربما قد أطلقت النار وقد اختطفت الكثير من الناشطين والكثير من الذين طالبوا بأبسط حقوقهم خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى. السيد الكاظمي يعني خلال الفترة الماضية قال سأفرج عن كل المعتقلين، سوف لن يكون هنالك أيضا اعتقال للكثير من المتظاهرين، لكن على ما يبدو على أرض الواقع إلى الآن يوجد هنالك الكثير من المغيبين والكثير من المختطفين وأيضا الكثير من الشباب الذين هم داخل السجون العراقية بتهمة ربما الشغب أو بتهمة التظاهر والتطاول على الممتلكات العامة. هذا الأمر ربما قد ينذر بناقوس خطر على الحكم الديمقراطي في العراق وأيضا على عدم الاعتراف بحقوق المواطنين ووفق المادة الثامنة من الدستور العراقي التي تحفي الحق التظاهر وحق الحصول على المعلومة وأيضا إيصال آرائهم إلى كل الجهات المعنية. بالتالي اليوم التقارير الدولية أيضا الشعب العراقي ربما يطالب هذه المنظمات بالتدخل وليس فقط أن تخرج بتقارير وتعطيها إلى الجهات المسؤولة. لا، الشعب العراقي يطالب بأن يكون هنالك تدخل فوري وسريع لمعرفة مصير الكثير من الشباب الذين اختطفوا وغيبوا، ناهيك عن التهديدات التي طالت عشرات أو ربما المئات من الناشطين الفعالين في ساحات التظاهر. وأيضا العراق لا زال البعض يطلق عليه بتسمية حكم الغاب باعتبار أغلب القوانين التي موجودة هي من أجل خدمة ومصلحة المجتمع لم تفعل بشكل جدي مثل ما كان موجودة على الدستور. نعم سيد حسن، يعني بخصوص الأرقام والإحصاءات، يعني Human Rights Watch لديها إحصاءات حول المخطوفين، حول القتلى، المصابين، المغيبين، كذلك يونامي، كذلك منظمات محلية عراقية. هل هناك أرقام رسمية تتبناها الحكومة العراقية بخصوص هذه الفئات، المختطفين، المغيبين، المقتولين، المصابين؟ أعتقد يعني من واجب وزارة الداخلية أن تجري ربما عمليات إعداد أو ربما البحث عن المختطفين وعوائلهم. ربما الكثير من العوائل قد تمت بتسجيل دعاوى قضائية في شطة من أجل معرفة مصير أبنائهم المختطفين. من الممكن أن تجري عملية بحث وزارة الداخلية للمفقودين فتكون هنالك إحصائية رسمية من قبل جهة رسمية حكومية، ناهيك عن التواصل مع وزارة الصحة لمعرفة مصير الكثير من المصابين الذي تجاوز أعداد المصابين 25,000 إصابة. يعني أفهم من كلامك سيد حسن أنه ليست هناك من إحصاءات رسمية تتبناها الحكومة العراقية بهذا الخصوص، أكثر من لجنة سيد حسن يعني تحقيقية يفترض أن تكون شكلت من قبل الحكومة لكن لا نتائج معلنة حتى الآن، كيف تعلق ولو بإيجاز؟ بشكل مختصر إلى الآن كل الكلام الذي يطرح بالحكومة الجديدة هو فقط يسميه الشارع العراقي بثرثرة إعلامية ولا وجود للبحث الحقيقي على أرض الواقع. الشعب يريد النتيجة الفورية وأيضا معرفة من قتل المتظاهرين ومحاسبتهم، لكن على أرض الواقع لحد الآن فقط هي مجرد تصريحات إعلامية لا أكثر. إذن من بغداد الصحفي والناشط المدني حسن نبيل، شكرا جزيلا لك.